أو في ان أهلا بكم في مباراة وأرقام مباراة الوداد الرياضي وحسنية أكادير الفريق السوسي يطارد فوزه الأول على النادي الأحمر بالدار البيضاء والذي لم يتحقق منذ شتنبر 2013 الحسنية تغلب للمرة الأخيرة على الوداد بالبيضاء بهدفين لواحد في الجولة الثالثة لموسم 2013-2014 غزالة سوس حقق فوزا بعد ذلك على مضيفه الوداد في أبريل 2016 بهدف نظيف ضمن الأسبوع الثاني والعشرون لموسم 2015-2016 لكن المباراة لعبت وقتها بالملعب الكبير لمراكش وليس في العاصمة الاقتصادية للمملكة